إجراء الدفع عن طريق الجهاز TPE، إجراء جديد ارتأته بريد الجزائر للتقليل من تداول السيولة، كذلك سريع ومضمون. الكيو آر كود هو عن طريق دمغة، سكاني دمغة من طرف، هذه الدمغة تعود إلى التاجر الذي قدم لنا الملف. عندما يريد المستهلك اقتناء مشترياته يقوم بتحميل هذه الدمغة على مستوى جهاز البورتابل تاعو، الجهاز الهاتفي، الذي يمكنه من تحويل المبلغ من حساب المستهلك لحساب التاجر.